قسما بسحر عيونك الخضري يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أغنية لو طالعتني ليلة القدر. تونس في القلب. والله فكرة هي من خالد الصعصة، كلمني قال لي فما نجم تواصلي مع إذاعة طويل وتسمعي إذاعة. من وش إذاعة؟ أيوة. من وش إذاعة كانت؟ نتكلم فيك من مدينة رباط، توجد بالضبط 140 على مدينة جدة بالضبط. من رافينا، ولاية بحدا بولونيا. كان فيكم من لوزان في سويسرا. معك يا أحمد عمري من ليل. تسوي أنا جينيرون شيمي إيكونوماتيكيان في الوقت نخرى في السلام الأمريكان في الجامعة الأمريكية في الشرق. تصور يعني في الوقت هذا أي بلاد مسحق دخلنا تو، يعني لازم نروحوا لها تو ونعاونوها ونخدموا بلادنا وإن شاء الله ديما على قدام. تونس في القلب. سأعود من وطني إلى وطني، وكلاهما بصبابتي يسري، وأظل أفتديك في عنقي وأعد أيامي على الجمر. تونس في القلب، فضاء مباشر مع جاليتنا في الخارج. أخبار، مشاغل، لقاءات. تونس في القلب، مساحة للتواصل والحنين بين تونس وأبنائها المغتربين. عرفت. أي عرفت. معك عرفت. تونس في القلب مع عرفات الذيب. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم جميعا معنا مستمعين الأعزاء في عدد جديد من تونس في القلب. الحصة هذه الليلة من هذا البرنامج حصة قريبة جدا من التونسيين بالخارج، باعتبار أنها ذهبت إليهم، وكانت رحلتنا خلال الأسبوع المنقضي إلى سويسرا، إلى مدينة جنيف تحديدا، أين وكبنا فعاليات بعض الأنشطة اللي تقوم بها الجمعيات التونسية الناشطة بالخارج. الجمعية اللي استضافتنا هذا الأسبوع في جنيف هي جمعية الجالية التونسية بسويسرا، جمعية أنشئت بعد الثورة، جمعية أرادت أن تحتفل بالذكرى الثالثة للثورة التونسية على طريقتها. استضافت عدد كبير من التونسيين، جمعتهم في قاعة كبيرة، استدعت أيضا فرقة موسيقية اللي هي فرقة الشمس للموسيقى، الفكاهي بالقاسم البريكي، المدون ياسين العياري، مغني الراب كمال زمان، وكذلك عبد الرحمن نوار، وهو شاب يعني مخرج، يعني يوقع عرض شريط قصير لهذا المخرج. حضر أيضا هذه الاحتفالية وهذا الحفل يعني سفيري تونس بسويسرا، وكذلك سفير تونس بسويسرا وسفير تونس بالأمم المتحدة بجنيف، كذلك بعض أيضا يعني الضيوف من السياسيين السويسريين، أذكر على رأسهم الرئيس السويسري السابق سامويل شميد. سامويل شميد تتذكرونه سنة 2005 في قمة مجتمع المعلومات في جزئها الثاني اللي انتظم بتونس العاصمة، كيف انتقد النظام التونسي وانتقد بن علي هنا في تونس، وبعد ذلك يعني وقعت بعض المشاكل بين تونس وسويسرا. نتذكر أيضا أن هذه القمة كانت وقعت في جنيف في دورتها الأولى، ثم تونس استضافتها في الدورة الثانية، وكان شميد انتقد الحريات في تونس، تزامنت في وقتها بيعني سجن لمجموعة جرزيس يعني الناشطين على شبكة الانترنت. فرئيس السويسي آنذاك قال كيفاش يعني تونس تستضيف قمة مجتمع المعلومات وهي تسجن يعني ناس ناشطين على شبكة الانترنت. سامويل شميد تأثر جدا وبكى في هذا الحفل وقال يعني أنا لم أقل إلا الحقيقة، وإن هذا كان قد ساعد تونس أو ساعد الثورة التونسية ولو قبل سنوات فهذا شيء يسعدنا. وكذلك كانت إذاعة تطاوين في الموعد من خلال برنامج تونس في القلب. إذن في هذه الحصة اللي باش نحاول نحوصل فيها يعني هذه السفرة إلى جنيف وتغطية لهذه الاحتفالية
استغلينا الفرصة لنلتقي مجموعة من الجمعيات الحاضرة هناك، مجموعة من الشخصيات التونسيين المقيمين بالخارج بمختلف أطيافهم، رجال نساء يعني أساتذة يشتغلون في ميدان التعليم، كذلك إعلاميين في الخارج، وكذلك بعض الجمعيات. نمنو لكم مسبقا متابعة شيقة لهذه الحصة مع تحية مسبقا إلى جمعية الجالية التونسية بسويسرا على الاستضافة. التحية أيضا لمجموعة من الأخيان اللي ساعدوا إذاعة تطاوين في إنجاز هذا العمل، أذكر للذكر لا الحصر أبناء تطاوين، الحسين العلوي أحييه تحية كبيرة، زوجته نادية، أحيي أيضا الإعلامي والصحفي التونسي طاهر مستيسر، صحفي ومعتمد لدى الأمم المتحدة، وتحية لكل الأصدقاء اللي يعني تواصلنا معهم هناك. سنبدأ اللقاء يعني حوصلة عن هذا الحفل، صديقنا محمد الجريبي من جمعية الجالية التونسية بسويسرا كان قد منا في حصة سابقة هذه التظاهرة وهذه الاحتفالية. عرفت مرحبا على السلامة، وتحية لك وتحية لكل مستمعيك في الجنوب العزيز وكل تونس في الأرض الوطن وأنحاء الكرة الأرضية. طبعا الجمعية اللي تنشط من أيام الثورة الأولى، ومن بعدها دخل فيه كما شفنا المرة فاتت ودخلنا اون ديتاي في شوية في مسألة المناشط اللي عملتها وغيره، جات المحطة هذه محطة الثورة لأنه ما احتفلناش بها في سويسرا لا السنة الأولى ولا السنة الثانية، لأنه كنا منشغلين بأشياء أخرى، ثم حتى التردد لربما اللي كان موجود في أنفسنا باتجاه الاحتفالية الإنسان يمكن، والناس ما كانتش في أريحية من أمرها باش تحس بأنها تحتفل. لكن هذا العام ثلاث سنوات بعد الثورة الآن في ذكرها الثالثة، أثرنا الاحتفال لحاجة التونسي للاحتفال، أثرنا الاحتفال لإبقاء صراحة واهج الثورة متقد في النفوس ولمتابعة المسيرة الثورية هذه، وتبقى الناس شادة صحيح في الثورة. نحتفل كذلك حتى أولادنا يتربوا على 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 الحرية وعلى الكرامة، ويعرفوا إيش عانوا والديهم وإيش عانى الناس اللي يقبلهم والأجيال اللي يقبلهم من الدكتاتورية ومن الظلم. وكذلك نحتفل لأنه هناك من يشكك في الثورة، ناس ماش ثورة وش عملتوا نو ماش، وبل بالعكس كنا قبل الأحسن وغيره. فحبينا نقول لا، أقل شيء أن أصبحنا أحرار، أن أصبح الواحد آمن على نفسه وعلى صوته، نجم ننتقد الآن رئيس الدولة ولا رئيس الحكومة ولا أي وزير، ونروح نبات في سريري هادئ ترانكيل ما عنديش حتى مشكل. فعلى الأقل هذا حد الأدنى، لأن الثورة ما كانتش ثورة جوع وعطش وقحط، لا ثورة صح ثم المعطى هذا معطى التهميش ومعطى كذا، لكن كانت ثورة أحرار، ثورة رجال. يكفي من الحديث على أنه جوع وماكلة وما لقيناش ما ناكله وثورنا، لا هذا جزء من الأجزاء، لكن يزمنا نركزوا على البعد الآخر، هو بعد الحرية بعد الكرامة. التونسي الذل، التونسي اللي باش يعمل مشروع يتفكلوا من الطرابلسية، التونسي اللي حبي يمشي شرق غرب لا يحكم عليها بقى ثم، التونسي اللي حبي يحل فمه ويتكلم ويدافع على رأيه ياكل هو وعائلته وحتى الأفامية وحتى البلاد كاملة. فبالتالي ثورتنا كانت ثورة حرية وكرامة، حرية ناس تحب، ما تسماتش ثورة خبز وباقات ومش عارف شنو، سمات ثورة حرية وكرامة. شنو باش يكون البرنامج اليوم هذا؟ البرنامج متنوع طبعا، برنامج يجمع بين الثورية والاحتفالية والجو التونسي وغيره، من في أبعاده المختلفة، حتى من المأكولات والماء والجازوز جبناه من تونس، هذه أقل شيء يعني الجو حتى يكون جو تونسي. أيوة. طبعا البرنامج سريع، البرنامج يبدأ في من الساعة الثالثة حتى للعاشرة ليلا بمدينة جنيف. أيوة. حبينا لو كان يكون في جنيف وزوريك، لكن الظروف ما سمحتش على المستوى الإمكانيات المادية أو الإمكانيات البشرية، ففضلنا أن تكون محطة واحدة ناجحة خير من محطتين ويكون فما شوية عب ولا شوية. أيوة. مش في المستوى. نعم. الاحتفالية بشي ينشطوها على المستوى الفن والطرب وكذا، مجموعة الشمس الموسيقي، فرقة الشمس الموسيقي
فرقة مناضلة، فرقة عرفت الفن الملتزم من وسط الثمانينات. نعم. في الجامعات وفي الحفلات العامة وغيره. أيوة. فأردنا من خلالها تكريمها، لأنه كذلك من جوب كيف هكي مجموعة كبيرة، لائحة كبيرة من الفرق هذه والمجموعات اللي تغني للحرية، تغني للانعطاف، تغني للعدالة الاجتماعية، تغني للفقير، تغني للبطال. ففرصة لتكريمها ولتحريك الجو والرجوع لوقت الثورة وما قبل الثورة حتى. نعم. هذا على المستوى الإنشاد والغناء. ثم كذلك يمثل فن الثورة اللي هو الراب، اللي طبعا من ركائز الثورة في تونس كما نعرف الناس كل، الراب والفيسبوك والجزيرة والمحامين وغيره، كنا نذكرهم اللي يمثلوا لهذا كانوا العناصر الحاضرة والقوية. فعن الغابور كمال زمان، صوت شجي ومواضيع قوية تلامس كل المجالات وحاضر في 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 بالكلمة واللحن وكذا. نعم. وللترفيه بيناتهم معنا الفكاهي والناقد بالقاسم البريكي، اللي خاصة في المدة الأخيرة تميز بنقد وتوجيهه للسياسيين وللواقع وللحرية وكذا، راح يكون بيننا هذا على المستوى الفن والتنشيط والمسرح والنقدي وغيره. شكرا لك خويا محمد. شكرا لك على الاهتمام والمتابعة والحرص أنك تغطي مناشط وأنشطة وفعاليات الجالية في الخارج، لأنه هذا يخلينا هيك على الأقل سنشوف لك يعطينا حرارة في القلب. نعم. شجعنا على العمل والعطاء لأساس أنه في متابعة، في اهتمام، في صدى يوصل حتى احنا تترفع معنوياتنا، لكن كذلك نساهم لربما في رفع معنويات الداخل. راهي تونس لباس ورانا على الطريق الصحيح. نعم. شوية نصبر الناس كل ما بعض، واهم شيء هو اللي حققناه على الاقل مثل الحرية. نعم. والكرامة. نعم. وتأتي ان شاء الله حتى يتحسن الوضع في البلاد ان شاء الله. تونس في القلب. نواصل معكم مستمعينا الاعزاء الجولة هذه في الاحتفالية اللي عملتها جمعية الجالية التونسية في سويسرا. معنا صديقنا عبد الرحمن نوار من تونسيين مقيمين بالخارج. وين تعيش عبد الرحمن؟ نعيش في بيان سويسرا ومن تونس العاصمة، فهمتني ولا؟ عندك برشا هنا؟ والله حوالي 10 سنوات، عن 10 سنوات في سويسرا، وقاعدين نخدموا في دومين ثقافي، نخدموا مع الجمعية التونسية للجالية بسويسرا. عندنا خدمة، يعني خدمنا ألبوم بين تونس وسويسرا، جلوكيزوم مغرب، هو تفاعل بين دولتين، فهمتني، فيها دي رابور من سويسرا، والرابور إسانسيال هو 9 مليمتر سمير زرقي في هنا في بيان في سويسرا، فهمتني. وكذلك البروجي كان فيه نبيل نبيل كيزم، وهو البروديوسر متاع الصوم متاع يعني الانتاج السمعي كله في وسط البروجي هذا. عملنا جولة كبيرة في تونس، صورناه، كان برشا ديزارتيست كيما بسيكو ام، الجنرال، مستر مصطفى، زياد نيجرو، كمال زمان، ام سي بلال، فهمتني ولا؟ هو بروجي بروموتور، يعني كان خدمة باهية، عمل بروجري في العالم كل، تشارجيته برسك 40 دولة، يعني دي تونيزيان يعيشوا البرة خذوا البروجي وسمعوه، وكانت تجربة حلوة ياسر بين الدولتين، فهمت، فيه تفاعل بين توانسة في بعضهم، رغم انه اللغة مش نفس اللغة، ولكن صار تمازج لأول برة بين اللغة سويسرا، اللغة الألمانية واللغة التونسية يعني الدارجة، وكانت تجربة حلوة ياسر. كيفاش الفكرة؟ كيفاش؟ شنو هي الحاجة اللي خلاتك؟ والله الفكرة انه بريمو انه الرابور 9 مليمتر هو رابور من اصول تونسية، والتجربة كانت يعني زيد يحكي عربي ورابا بالعربية في وسط البروجي هذا، كانت التجربة قلنا علاش ما نمشيوش لتونس ونعملوا تجربة ذي. الزارتيست الكل سمعوا خدمته وعرفوها وحاو برشا ديزارتيست قالوا نخدموا معاه يعني في تونس،
وكانت التجربة هبطنا سجلنا خدمنا ومن بعد انا فيناليزي البروجي كامل هنا في سويسرا وخرج في ماي 2013 عرض هنا صارت له عروض هنا عملنا له حكيت عليه الصحافة السويسرية بعض الصحافة السويسرية ويعني والله المرة ذي لأنه أول مرة باش يجي واحد من الجروب لسويسرا فهمتني ولا هو اللي هو كمال زمان كمال زمان رابير تونسي هو اللي باش يجي لسويسرا وهو الشخص اللي يعني باش يحيي الحفلة هذية وكاو يعني بالنسبة لي احنا هي تجربة تحفونة الفاميليا هي فاميليا بين سويسرا وتونس اسمها جلوكيزوم مغرب معناتها لمت الناس كل وعملنا حاجه حلوه وان شاء الله موجوده توا اللي ما شافهاش المال وين ينجم يلقاه والله جلوكيزوم مغرب موجوده الالبوم جلوكيزوم مغرب موجود على السيت glokizom.com وموجود على صفحه الانترنت جلوكيزوم انترتينمنت ويعني وتنجم تشوف يعني تحاول تشوف كمال زمان او تحاول تشوف افيرويس ويت يامار هذه شركات اللي تخدم وتلقى البروجي موجود فهمتني ولا وكان اذا تطوين تحب نخليو لها اللينك نتاع الواحد نخليو لها اللينك تحطوه في السيت ولا ما عندنا حتى مشكل اكيد حطوه على الصفحه نتاعنا وعلى الموقع نتاعنا ان شاء الله ونعدوا منه مقتطفات الليله ان شاء الله في اللي متعدي انا فما معلومه صغيره انا اصلي بروديوسر ونخدم في الانتاج السمعي البصري لكن مهنتي هي الاخراج نعمل خرج سينما و... سمعت انه عندك كلك وثائقيات عندنا وثائق اسمه مناشير صوتية انتاج افيرويس ويتيامار افيرويس للانتاج ابن رشد معناتها للانتاج وغلوكيزوم انترتينمنت زادة شاركت فيه ولكن البروجي هذية فيه زادة عاونتنا ايفنت برود الخالد معيز اصيل الجهة اصيل ولاية تطاوين والبروجي هذا ان شاء الله نحاولوا نعرضوه في القريب العاجل يحكي عن الراب زاد تاريخ الراب التونسي وان شاء الله يكون عند حسن ظن المشاهدين ويكون عمل طيب فما العمل الاخر اللي هو شارع الحريه اللي باش تعرض زاد ليله هو كورمتراج يحكي على الوضع التونسي وعلى البريجوجي وعلى الاشياء هذه كلها وإن شاء الله ينال زاد إعجابكم وإعجاب المشاهدين إن شاء الله شكرا شكرا عبد الرحمن من الشمال للجنوب أرض لمتنا نادي الحضارة عندها تاريخ نحكي على تونس بلادي مش على زريخة بلاد البحر والرمل الوزيز والصحراء بلاد الخير والعشاء هنية تحلى بلاد الرجالة بلاد الدفاجي فرحة حشاد الحمي والد وعاجي فرقة غابة على البحر بزهر تسواني على البحر وسحيت جبل على البحر جربة صحراء على البحر وزرت النفسة النفتة ودوزة قروان زرابي مقروف ونوزة بلية ديكلة غربية نزيانة كيف جاء صمرة حنة ورمانة أما نمان أما نمان يا ليلة أما نمان أما مهما تغيب الشمس لازم تطلع ومهما يضيع الحق
لازم يرجع. يتعدى الوقت ويفوت وانا وانت ما يفرقنا كان الموت. ولدك اليوم يفديك بعمره وكيف ما قالوا اجدادنا ما يدوم في الواد كان حجره. انت الواد وانت الحجر اللي بنينا به تونس المدينة. تربينا على ترابك يا حنينة. انت اللي كبرت وعليت. انت اللي على رجالك تسميت واحنا عليك تسمينا. مانيش كيما اللي تعب هرب وتعدى الحدود. نسلي في البلاد فما رجال فما جدود. نسلي من دم وعطاه باش انت تعيش قدرك عالي لهنا. من البحر حتى الاخر نقطة في الصحراء وحدك يا خضرة. بالحب بعرق جبين بالتنهيدة نبنيو تونس جديده.